إيه هلا بدنا نحكي عن شيء هو الحجب، ماشي، او ما نسميه الابستاسس، ماشي، هو انه وجود جين معين او قليل من جين معين بده يأثر على جين تاني ويخلي ويلغي اثره تماما. طيب عندنا نوعين منه، النوع الاول هو الدوميننت والنوع الثاني هو الريسيسيف، يعني الراجح والمتنحي. عندنا حجب راجح وحجب متنحي، تمام. ليش سمينا حجب راجح؟ حجب الراجح لازم يكون في عندنا جين راجحه من قليل راجحه من جين اول لحتى يحجب الثاني. طب كيف هلا بدنا نفهم الموضوع؟ لما ناخذ المثال، نحن عندنا هاي النبته، هاي النبته لما يكون عندنا الجين انه القليل الراجح بده يكون لونه اصفر، لما يكون عندنا قليلين متنحيين اصغر بده يكون عندنا لون اخضر. طيب ولكن وجود الجين الاولى اللي هي الاب بتكون على موقع معين، ماشي، الجين الثاني اللي هو البي هي موجوده على موقع ثاني، ماشي. طب لما تنوجد القليل الراجح من الجين بي بده يلغي تاثير الا مهما كان لونه. يعني مثلا هون نحن عندنا اا وبالتالي لازم يكون لون اصفر، وجود القليل الراجح بي لغى وجود لغى تاثير الجين الاول اللي هو اا وما خلاها تعطي هذا اللون الاصفر، صار لون النبته ابيض، تمام. ف كمان هون نفس الشيء، عندنا 2 آه لازم يكون لون أصفر، وجود القليل الراجح بي من الجين الثاني اللي على موقع ثاني تماما خلاه يلغي تأثير الآ وما يعطي اللون الأبيض. مثلا هون عندنا اثنين أصغر وبالتالي لازم يكون لون أخضر، وجود القليل الراجح بي لغى اللون الأخضر وخلاه اللون أبيض، تمام. إيه ما تلون النبات، تلون لما كان في عنا بي بي صغار، يعني ما عنا قليل راجح من الجين بي، عنا بس قليلين متنحيين، لغى تأثير الأ وصار هون في يعطي اللون الأصفر، تمام. وهون نفس الشيء بالبي، تمام، إنه بيتين صغار آتين صغار عطانا لون أخضر، ما في قليل راجح هون، تمام. هذا هو الدوميننت ابيستاسس او الحجب الراجح. ليش سمينا راجح؟ لانه وجود القليل الراجح بي هو اللي كان يلغي الا، ماشي، يعني لما وجد البي بي صغار ما اثر عليه، ماشي، هو القليل الراجح هو اللي بيزعجه. يعني عندنا نحن قليل راجح بي بيكرهه للجين الا، بيكره انه يتلون النبات، ما بيحب الموضوع، فهذا القليل الراجح لما بينوجد ما بيتلون النبات، وبالتالي صار عندنا 12 نبته بيضاء، لانه لقيتوا عندنا 12 نبت ظاهري، عفوا 12 نمط وراثي كلهم بيعطونا ابيض، عندنا 3 انماط ظاهري بيعطونا اصفر، ونمط ظاهري وحيد فقير بيعطينا اخضر، تمام؟ طيب هلا النوع الثاني من الرجحان هو عفوا من الحجب، هو الحجب المتنحي. يعني شو؟ يعني وجود قليلين متنحيين من جين اول رح يلغي تاثير الجين ثاني. طيب هلا هذا هو نوع مشهور من الكلاب، الفكره انه هو بالعاده بيكون لونه غامق، تمام؟ ليش بيكون لونه غامق؟ لانه نحن بيكون عندنا جين بي، لما يكون الجين بي في قليل راجح من الجين بي بيعطينا لون اسود غامق، لما يكون عندنا قليل متنحي قليلين متنحيين من الجين بي بيعطينا لون انه صبغه غامقه ولكن اقل تكون بنيه، ماشي. فهو الجين بي لما يكون راجح بيعطينا لون اسود، لما يكون متنحي بيعطينا لون بني. طيب عندنا جين ثاني اسمه الجين اي، ماشي، هذا الجين لما يكون في عندنا قليلين متنحيين، يعني اي صغار، ماشي، ما لازم يكون في قليل راجح، لازم يكون في قليلين متنحيين، لما ينوجدوا هدول القليلين المتنحيين بتنلغي الصبغة الغامقة وبصير لون الكلب ذهبي، تمام. اذا نحن شو الفرق بين هون وهنيك؟ هنيك كان القليل الراجح هو اللي عم يحجب، ماشي، يعني مثلا لو كان هذا حجب راجح كان هذا الكلب الثالث هون كان هذا لونه ذهبي. ليش؟ لانه عندنا الاي هون الراجح، بس انت لازم يكون عندك قليلين متنحيين لحتى يصير هذا الشيء، ما لازم يكون في قليل راجح. اذا كان في قليل راجح من جين الاي هذا الشيء بده ينلغي تماما، لازم يتواجد قليلين متنحيين لحتى يصير الحجب بهيدي الحاله، تمام. فبنلاحظ انه عندنا صار 9 كلاب لونهم اسود، 3 كلاب لونهم بني، و4 كلاب لونهم ذهبي. ليش لونهم ذهبي؟ اذا هون الفكره انه انت عندك هون عم يعطي صبغه، الاي عم يلغيها لهي الصبغه، عم ببطل مفعوله وجود الايتين الصغار، بتعبر عن بروتين ممكن يلغي هذه الصبغه او يخليها ما نفعاله، تمام؟ لهيك ما بيتلون اللون بالاسود او بالبني، تمام؟ فالشيء اللي اخذناه لهلا هو الرجحان غير التام اللي حكينا فيه عن انه
عن انه في عنا صفتين بيعطونا صفة وسط بيناتهم، السيادة المشتركة. عنا جينين، هدول الجينين بيعطونا نمط ظاهري وسط، انه ما وسط، بيعبروا اثنيناتهم عن حالهم بالنمط الظاهري. الرجحان غير التام ما بيعبروا عن حالهم، بيعبروا عن شيء مشترك بيناتهم او وسط بيناتهم. بينما البليوتريبي اللي هو انه نفس الجين بيعبر عن اكثر من نمط ظاهري. وبالاخير عنا الابستاسيس او الحجب، اللي جين بتكره جين تانية، سواء الحجب راجح، جين راجح بتكره جين تانية، او جين متنحي بيكره، انه قليل متنحي بيكره الجين التاني. تمام. طب هلا بس بدنا ناخذ نوع تاني من الحجب المتنحي، هو كمان نفس الفكره. هذه الفاره لونها بني، ماشي. لما يكون الاد انه عنده قاتين كبار بيكون بني، لما يكون عنده قاتين صغار بيكون اسود، لما يكون السي سي صغار تمام هاد بيكون ابيض، بيلغي وجود الصبغه تماما، بيكون هون بيكون عنده مهق. تمام. وبالتالي صار عندنا ثلاث انواع من الفيران، وصار هذا كمان عندنا نوع من الحجب المتنحي. تمام. هلا بدنا نحكي عن اخر فكره، هو فكره التتامه، اسمه التتاميه او كومبلمنتاريتي. هلا هون كمان بده يصير عندنا جينتين، هدول الجينتين عندنا انه مثل تآثر بيناتهم لهدول الجينتين، ماشي. طب وجود قليل راجح من الاولى وقليل راجح من الثانيه بده يعطينا نمط ظاهري، وجود قليل راجح من الاولى وعدم وجود قليل راجح من الثانيه بده يعطينا نمط ظاهري ثاني، وجود قليل راجح من الثانيه وعدم وجود قليل راجح من الاولى بده يعطينا نمط ظاهر ثالث، طب عدم وجود اي قليل راجح بده يعطينا نمط ظاهر رابع. تمام. طب كيف بنفهم الموضوع؟ شايفين لهذا الرسم؟ هذا كثير مهم. تمام. ليك اول شغله، اول وجود اول جين او اول قليل راجح اعطانا مثلثات على سطح المربع، ماشي. طب وجود القليل الراجح الثاني اعطانا هيك انه بهدول الشغلات الزرق بالمربعات، ماشي. وجود القليلين الراجحين اعطانا اثنين، تمام، اعطانا اثنيناتهم هون، ماشي. عدم وجود اي قليل راجح، ماشي، شو اعطانا؟ اعطانا انه اعطانا نمط ظاهري رابع، ماشي. شو المثال عنهم؟ هو نبات القرع، ماشي، هو كثير مثال مهم عنه. طيب هلا بس نفهم موضوع اكثر. هلا هون ليتوا عنا انه في عنا عرف الجاجات وهالشغلات، عرف الديك، يعني بيكون انه مثال كثير مهم عن هذا الموضوع. عنا جينتين، الجين الاول هو بي والجين الثاني هو ار. تمام. لما يلتقي الجين الاول، لما يلتقي القليل السائد من الجين الاول اللي هو بي مع القليل السائد من الجين الثاني اللي هو ار بيعطونا عرف جوزي. تمام. كيف جوزي؟ يعني هذا الشكل. تمام. تمام. لما يكون الجين الأول موجود سائد، قليل سائد، والجين الثاني في عنا قليلين متنحيين أعطانا شكل ثاني تماما، ماشي. لما يكونوا الجين R موجود منه قليل سائد، الجين P موجود منه قليل متنحي بيعطينا الشكل الثالث للعرف تماما، بنسميه وردي. ولما يكونوا اثنيناتهم غائبين بيعطينا الشكل الأخير اللي هو العرف المفرط. تمام. فهذا كتير مفهوم انه مهم المثال تبع الديك. طب اذا نحن شو عنا؟ عنا جينتين، هدول الجينتين بيأثروا مع بعض، بيتأثروا مع بعض لحتى يعطونا صفة ظاهرية واحدة. تمام. لما يكون عنا القليلين السائدين من هذا الجين، ماشي، بيعطونا صفة جديدة لم تكن موجودة قبلا، يعني ما كانت موجودة سابقا. تمام. بينما انه لما كل قليل سائد من هدول، يعني نحن عنا لما قليل سائد منهم لحاله ينوجد مع القليل المتنحي للثاني بده يعطينا كل واحد منهم صفة. مثلا هون واحد عطانا عرف بازلائي، الثاني عطانا عرف وردي، ماشي. بينما لما اثنيناتهم ينوجدوا مع بعض بدهم يعطونا عرف جوزي. تمام. وعنا ثالث وحدة لما اثنيناتهم ما ينوجدوا بدهم يعطونا عرف مفرد. تمام. هاي هي التتامية. التتامية بس هو عبارة عن تآثر بين جينتين، هالجينتين لما ينوجد القليلين السائدين تبعهم شو بده يصير عنا؟ بده يصير عنا نمط ظاهري جديد ما كان موجود بحال عدم تآثر هدول الجينتين مع بعضهم البعض. وبالتالي نحن أخذنا عدة شغلات لا مندرية. أول شغلة هي الرجحان غير التام، قلنا أنه عندنا في الصفتين هدول الصفتين بينتج عنهم وحدة وسط، ماشي، أنه بيعملوا هدنة مع بعض وبينتج عنهم صفة ظاهرية وسط بين الاثنين، ماشي. وقلنا ليش بتختلف عن الاختلاط، ماشي. بعدين أخذنا السيادة المشتركة، أنه عندنا جينتين، هدول الجينتين اثنيناتهم بيعبروا عن حالهم. البليوتريبي نفس الجين بتعطينا أكثر من نمط ظاهري، ماشي. بعدين أخذنا الحجب، أخذنا حجب راجح، جين قليل راجح لجين ما عم يمنع تأثير الثانية. بعدين الحجب المتنحي، قليلين متنحيين لجين أولى عم يمنع تأثير الثانية. بعدين أخذنا شيء اسمه التتامية، اللي هو إنه جينتين لما ينوجد القليلين الراجحين مع بعض عم يعطونا نمط ظاهري مختلف عن النمط الظاهري اللي بيعطينا إياهن كل واحد لحاله. تمام. طيب.